مساء الفل على اللي بيتفرج على الاكيل في كل حته في العالم. اكتشفنا ان احنا عندنا متابعين فعلا بيتفرجوا على الاكيل المتحدثين باللغه العربيه في كل حته في العالم، ودي حاجه مبسطانه جدا يعني. مطعم النهارده مطعم خاص قوي اسمه كاربن في مول العرب، وهندوق حاجات ما دقناهاش قبل كده. ليه؟ لان زي ما باين من اسم الجريل على الفحم، الفرن على الفحم، فكل حاجة عندهم بتتسوى على الفحم. ده واحد. الحاجة التانية، تسمعوا عن اللحمة الياباني اللي بيسمعوا البقرة مزيكا وبيعملوا لها مساج ومش عارف ايه، احنا كنا نسمع الكلام ده، واللحمة دي اغلى نوع لحمة في العالم موجودة في المطعم ده. فتعالوا نعيش تجربة مع بعض، تجربة مختلفة كتير عن المطاعم اللي عملناها قبل كده، تجربة تندرج تحت المطاعم الشيك اللي هي ايه يعني ما بتقدمش الاكل زي بقيه المطاعم، حاجه سبيشال جدا. وهنحاول في الانترفيو اللي هنعمله مع السيده الاسبانيه اللي هنعمل معاها الانترفيو بخصوص الكونسبت نفسه بتاع الشاوي والتسويه، هنحاول نشرح لكم تفاصيل ايه الحاجات اللي احنا هندوقها دي. يلا نستمتع مع بعض. ان 90% من الاكل اللي بيتقدم او من المنيو بتاعهم معمول بالفحم، على الفحم. مجموعه من النكهات مع بعض تخليك مستغرب ايه اللي انت بتاكله ده. هي غير اي حته لحمه اكلتها في حياتي قبل كده. وانا راجل من قبل ما اعمل البرنامج بحب الاكل، وعامل فوق 420 مطعم. دي حاجة تانية خالص. Marta, hello. Hi. Hello. First, let me introduce you to the audience. أنا هعمل دلوقتي المقابلة مع مارتا، هي الخبيرة اللي جابوها، اللي ساعدتهم يحطوا المنيو وطريقة الطهي والكلام ده كله، وبتتابع من وقت لآخر بتيجي تتأكد إن كل حاجة ماشية زي ما هي عملتها. مارتا هتتكلم بالإنجليزي وأنا هترجم لكم بالعربي. Okay, Marta, just explain who you are, what you do. As I understood, you're the consultant for the concept of Carbon. Yes, exactly. I've been working on this concept for 1 year and a half already with Mr. Samir Behit and Adel Farhat, who are the two owners of this place. And it came from looking for many restaurants based on charcoal. So we came across with this idea based almost 100% on charcoal. Everything here goes on charcoal. Almost 90% of the menu goes on charcoal. On so charcoal. You have charcoal-based hot cooking, okay? You have dessert charcoal, you have coffee on charcoal, you have tea on charcoal, so it's a 100% like a round concept. This is what is fun actually. Okay. هي بتقول لي ان هي شغاله على الكونسبت ده مع الاونرز بتوع المطعم بقالها سنه ونص، وقعدوا يدوروا على حاجات مختلفه لحد ما وصلوا لكونسبت الفحم، ان 90% من الاكل اللي بيتقدم او من المنيو بتاعهم معمول بالفحم، على الفحم. حتى الحلو عندهم اطباق حلو معموله على الفحم برضه. ف من الكونسبت اللي دوروا عليه كان ده، واشتغلوا عليه بقى لهم سنه ونص. اوكي. It came up when I was talking with the manager. It came up the name of the ovens several times. Jasper. Jasper. Okay. Yes.
How important is Jasper in this concept of charcoal? Well, Jasper is important in this concept as it is in the world, actually, because it was the first brand that created this type of ovens, charcoal ovens. The first one that actually started creating this type of brands for restaurants. So mainly it's the ovens and the grills. It's that oven, grills. What else works on charcoal? The roasted chicken machine. Okay. We have a robatayaki, so for teriyaki, small skewers. Okay. And then we have also a mangal that is not here, but maybe for another place for catering, which is for bigger skewers, like turkey skewers. Okay. So it's really important because everything here, we really wanted the best technique, the best technology, and Jasper really gives it because it concentrates the smoke, it concentrates the flavor, it really gives. It enhances the flavor of the meat, of the fish, of the vegetable, the pizza, everything. And it keeps the moist. The moist inside. It keeps the moist. سألتها قلت لها وأنا بكلم مدير المطعم قبل ما نعمل الانترفيو جه اسم جاسبر. جاسبر. It's called Jasper. Jasper. اسم جاسبر كذا مرة اللي هي الشركة اللي عاملة الأفران. فقالت لي فقلت لها إيه مدى أهمية جاسبر للكونسبت نفسه أو المبدأ بتاع المطعم. فقالت لي جاسبر هم أول ناس صنعوا الافران والجريل بتاع الفراخ, عارف الفراخ اللي بتدور دي وتستوي من كل النواحي, برضو معموله بالفحم والجريل. هم اول ناس طوروا التكنولوجيا بتاعه الاجهزه دي بالفحم, فبالتالي كان مهم جدا ان احنا ندور على احسن ناس بتعمل المنتجات دي عشان النوع ده من الطهي بيحافظ على العصارة اللي جوه الأكل, وفي نفس الوقت بيعمل توزيع ممتاز للحرارة والدخان جوه الفرن نفسه أو جوه مكنة الشوي. أوكي, I guess you had a big help in setting the menu. If I was a big help in setting the menu, yes, 100% of mine. They told me that you helped in the menu itself. Yes, exactly. Okay, a Spanish woman, where do you live? Where do I live? Between Madrid and Brussels. Okay. So Madrid and Belgium. Why am I asking? To come to the question, a Spanish lady living between Madrid and Brussels, you made the menu, but do you know the Egyptian taste? Do you know what the Egyptians like? So I, of course, I need to get some hints actually from local chefs, from their experience. I have some friends here who are chefs and who told me, okay, Egyptian people like this, Egyptian people like this. But it was also a risk because we wanted to give them something to discover. This is an amazing concept. You don't have anything like this in the Middle East. It's the biggest one that you can find with this kind of technology. So we really wanted to make them discover new recipes from all Mediterranean countries. You only have not only have Egyptian flavors or Spanish flavors, you have Italian, Greek. So it's a Mediterranean menu. Yes, it was interesting also to bring spices and flavors from other countries so people here can discover new things, like the technology as well, like the place. I mean, it's about discovery. Okay. سألتها أنت ست أسبانية, قالت لي أنها عايشة ما بين مدريد وبروكسل. فقلت لها طب واحدة أسبانية عايشة ما بين مدريد وبروكسل وأنت اللي حطيتي المنيو بتاع مطعم في مصر, طب أنت تعرفي المصريين ذوقهم إيه أو بيحبوا إيه؟ فقالت لي أنا سألت أصدقاء ليا شغالين شيفات في مصر وقالوا لي المصريين بيحبوا ده والمصريين بيحبوا ده, بس برضو كان في جزء ريسك أو مخاطرة لأن إحنا عايزين المصريين يدوقوا حاجات جديدة بكونسبت جديد بطريقة جديدة, أوكي, منها طريقة الأفران دي أو طريقة الطبخ دي, والمخاطرة كانت إن إحنا نضيف حاجات. أوكي, إحنا عارفين المصريين, عرفت المصريين بيحبوا إيه, بس برضو بنضيف حاجات عايزينهم يجربوها كنيو كونسبت. أوكي, I promise you the interview will not be more than 5 minutes and I keep my promise. I thank you very much. Thank you very much. I'll be tasting the food myself. Enjoy. and talk to the camera and my audience. Enjoy very much. Thank you very much, Marta. Thank you. هنبتدي بمقبلات وسلطات. زي ما اتعودنا بنقول لكم ان احنا نرش الحاجه الا لو انت عايز تستعمل حاجات البلاستيك. اوكي,
انا هنا المطعم فاين دايننج شويتين. فاين دايننج اللي هو يعني المطاعم الشيك في الاكل، فانا عايز اعيش التجربه كلها زي ما هي، ما بقاش باكل اكل شيك ببلاستيك. فبنرش الكحول ونسيبه شويه وبعدين نشفه، وطبعا ممكن برضه تعمله بالليمون زي ما قلنا دايمه. اوكي، نعمل الاول الوصف التفصيلي عشان بعد كده نخش في الاكل على طول وفي الطعم. الاول عندنا سلطه كاربون، دي عباره عن لحمه مشويه في فرن، الفرن الجاسبر بقى خلاص اللي هو الجاسبر ده، مقطع الى شرائح رقيقه مع قرع مشوي واوراق خس وقراصيا وجبن الماعز وعين جمل وصلصه ليمون والزنجبيل. ده السلطه. اوكي، وبعدين دي سلطه اخطبوط، والشوربه شوربه سمك ريفيرا الفرنسيه، اسماك ومأكولات مأكولات بحريه اليوميه في مرقه السمك المركزه. اوكي، وعندنا برضو هنا اللي هو جمبري بالثوم في فرن الجاسبر. احنا اتفقنا على الفرن، ونقول الاسعار بالمره عشان نبقى خلصنا من الحته دي. السلطه الكربون ب 180، شوربه السمك الريفيرا الفرنسيه ب 120، الاخطبوط على الطريقه الاسبانيه 120، والجمبري بالثوم في فرن جاسبر 160. نبعد بقى البرايس ليست كده ونبتدي. هو المفروض الصح ان انت بتبتدي بالسلطه. اوكي، ده المفروض، بس انا عشان مش عايز الحاجه تبرد فهبتدي بالشوربه الاول. وزي ما قلنا دايما المعلقه المدوره دي هي بتاعت الشوربه، المطوله دي بتاعت الغرف مش بتاعت الرز، لا ما بناكلش بيها الرز. اوكي، وندوق بقى الشوربه الاول. المبدأ الرئيسي أو الأساسي بتاع الشوربة هي أن الشوربة معمولة بمجموعة من السي فود، زي ما بنقول بالبلدي البهريز، البهريز في الشوربة، مش طريقة عمل الشوربة العادية أن أنت بتسلق الحاجة بعدين بتاخد المية بتاعتها لا 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 لا. انا عودتكم ان انا دايما ما بقولش الطريقه، لان في الاكيل احنا مش هدفنا ان انت تعرف تعمل الاطباق دي في البيت، هدفنا ان انت تروح تجرب. الى جانب طبعا ان احنا عندنا مجموعه من الشيفات المحترفين جدا على قناه سفره بيعلمونا دايما نعمل كل حاجه، فانا هنا بركز في الطعم واكتر من طريقه العمل. في الاكل عايز اقول حاجه سريعه كده، عندك شويه زي اللبس. اللبس عندك بريتا بورتي، بيسموه بريتا بورتي اللي هو اللبس اللي انت بتخش المحل تشتريه، وعندك الهوت كوتور. هوت كوتور ده بقى مستوى اعلى في اللبس، اللي هو معمول مخصوص على ذوق الديزاينر. ده نوع الاكل اللي انا باكله دلوقتي اللي هو الفاين دايننج، او الاكل فاين يعني حلو محترم ايا كان بقى. طيب وندوق الجمبري. هو سخن فانا مش عارف اجيبه، بس هو الصح. ان انا اجيبه زي ما هو كده. متقدم سخن ومع جارليك باتر.
انا فاهم دلوقتي الكلام اللي كانت بتقوله مارشا، enhance the taste، بيعلي التيست، بيعلي الفليفر، النكهه بتاعه الطعام، طريقه الطهي دي بتعلي النكهه بتاعه الطعام. وهعمل دلوقتي حركه لا تمت للفاين دايننج باي صله، وهي ان انا هحط التوست الجارليك بريد في الصوص. حلو قوي. بحاول اوصل لكم فكرتي ان انا بحاول اقولها، اللي هو enhancing the taste. فكرك ان الطعم مركز قوي في بقك، باين قوي. يعني ساعات لما بتاكل حاجه بتبقى ناقصها حاجه، ناقصها مش حرشه، مش هنا الطعم مركز قوي، انت حاسس بيه في كل حاجه، كل حاجه بتبلعها طعمها باين قوي. بيرفكت بجد، بيرفكت. طيب بعدين نجرب سلطه الاخطبوط. معاها بطاطس بيك كمان بنفس الطريقه. ناخد قطمه كده فيها دي ودي. مجموعه من النكهات مع بعض تخليك مستغرب ايه اللي انت بتاكله ده. برضه حلو قوي. ونجرب اخر حاجه، انا قاعد بنقل كل حاجه مع بعض. طيب نجرب اخر حاجه وهي سلطه كاربون. احنا قلنا المكونات بتاعتها في الاول. اول حاجه لطشت في دماغي وانا بدوق هي الحرفيه. في حرفيه عاليه قوي في اختيار مكونات بتاع كل طبق. قرع عسل، برضو ده تحفة. من المرات القليلة قوي اللي عايز اكل وما اتكلمش، عايز اكل واستمتع ما اتكلمش. النهارده اللي انا حاسه هي مش تجربه اكل، هي تجربه استمتاع. تحفه تحفه بجد بجد. كل حاجه معموله بحرفيه قوي وجميله. هتلاقوني طلبت سي فود. لو تفتكروا في الانترفيو مارتا قالت ان المطعم بيقدم اكل ميديترينيان من دول مختلفه، فهتلاقي ان اشهر حاجه في الميديترينيان طبعا لحمه والفراخ كده، بس السي فود. الاطباق الرئيسيه طالبين اللحمه والفراخ والسي فود برضو. انا شايف ان انا هستمتع النهارده قوي 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 بالاكل. حاجه واحده بس،
العضة بتاعة الأكتوبوس مش اللي أنا متعود عليها. وده غالبا بسبب طريقة التسوية. أنا خدتها لوحدها. العضة أطرى من اللي أنا متعود عليها وده غالبا بسبب طريقة التسوية. تحفة. أوكي. ننتقل إلى فاصل ونروح الفقرة التانية. طيب احنا طلبنا 4 مين ديش رهاب. ليه حطيت ده قدامي؟ فاكرين في التقديمه لما بقول لكم سمعتوا عن البقره اللي بتسمع مزيكا وبيتعمل لها تدليك مساج في اليابان؟ هي دي حته اللحمه بتاعتها. اوكي؟ اسمها واجيو. اوكي؟ شرح لي مدير المطعم انه البقره متربيه في اليابان بس بتروح استراليا تتذبح بالطريقه اللي هي عشان تبقى حلال، ما عندهمش هم الذبح ده في اليابان فبتبعت استراليا بيتذبح وبعدين بنستوردها احنا بقينا في مصر. فده عم الواجيو ودي غالبا اغلى حته لحمه ممكن تاكلها في حياتك. دي ال 200 جرام ب 800 جنيه. بس ناكلها مع بعض بقى قبل ما تبرد. عايز اشرح حاجه بسرعه لان هم عندهم هنا نفس الشكل السكينة اللحمة هي السكينة العادية. بتفرق في ايه؟ في الشرشرة. لو ممكن الكاميرا مان يجيبها لنا. الشرشرة دي هي السكينة بتاعت الستيك. السكينة التانية مش هتلاقوا الشرشرة دي. اوكي؟ ندخل بقى على الواجيو ونشوف اللحمة. لا انا عايز الكاميرا تعمل زوم قوي قوي قوي. بص هقربها لك هنا عشان تشوف اللحمة بتتقطع ازاي. انا طلبت ميديوم ويل لان ده ذوقي الشخصي، انما الصح في اللحمه ان هي تبقى ميديوم او ميديوم رير. ده يقال. هي غير اي حته لحمه اكلتها في حياتي قبل كده. وانا راجل من قبل ما اعمل البرنامج بحب الاكل وعامل فوق 420 مطعم. دي حاجه تانية خالص. محطوط عليها من فوق سي سولت. طيب تعالوا بقى نعمل حاجه كده. هما حاطين صوص. البيز بتاعته المستردة. وده بيتهيألي بطاطس بيوريه. اوكي. والبيكن بيكت بوتيتوز. اقرب الى طعم البطاطا. هو غالبا البطاطس محلونه شويه او يمكن طريقه الطبخ هي اللي مخليها كده. طعمها رهيب. صعبان عليا ان انا احط البيوريه او المسترد على اللحمه. لا دي لازم تتاكل كده زي ما هي لوحدها. يعني طبعا انت حر لما تيجي وبجرب براحتك بس انا بستمتع بيها لوحدها. تحفة.
ممكن اقعد اقول فيها شعر. فخلينا ايه نكمل البرنامج. احمد بعد اذنك. اللي هناك دي بقى دي بقى اسمها توماهوك ستيك. معلش انا اسف على اللي انا هعمله بس انا يعني ممكن تكون الكاميرا وهي نايمه مش باينه بس انا عايز اوريكم هي حجمها قد ايه. طيب هما هنا بيقولوا ان دي لفردين فبالتالي يعني ما تتخموش في الحجم هو مش واحد بس اللي هياكلها. في طبعا الطبقه الدهن اللي بره والتوماهوك ستيك هي بالوزن ال 100 جرام منها ب 160 فزي ما تيجي ال 100 جرام ب 160 تطلع بقى زي ما تطلع بتضرب في سعر ال 100 جرام 160 وده بيسموه برايم انجوس بيف. يعني هو عايز ابا لهب بصراحه عايز ابا لهب يمسكها من الريشه كده. برضو انا بطلب ميديوم ويل ده ذوقي انا. الصح في اللحمه يقال ان هو الميديوم او الميديوم رير. طبعا لحم مختلف تماما عن اللي بتتدلع وتسمع مزيكا وبتعملها مساج. دي حاجه تانية خالص. رهيبه. بس هنا بقى نوع اللحمه مع الحجم ده بكره هيموت ونط جوه هيموت. للناس اللحيمه الناس اللي بيحبوا اللحمه هيفهموا انا قصدي ايه. بتبقى مفتله خفيف قوي ده بسبب حجمها مع نوع اللحمه طبعا. وده غالبا صوص مشروم. ها وده دريسنج اللي هو جريفي ومشروم. بصوا يعني انا مش هقدر ادوس في اكتر من كده لاني لسه عندي طبقين تانيين. هي رهيبه مش زي دي خلينا نتفق. دي انعم بكتير اللي هي الياباني التانيه دي تسمع مزيكا وتعملها مساج وبتاع. عقبالنا يا رب. المهم يعني خضار كمان معمول على الفحم اسباراجوس وكوسه فلفل بطاطس. حفلة من الطعم. أحمد نشيل دي بقى. أيوة ميرسي. وهات لي استنى دي أنا ممكن أجيبها أنا. أشكرك. ده تشكيلة السمك وفواكه البحر المشوية. ده طبق على بعضه كده ب 520 فيه نص استاكوزا وجمبري وصبيت وسمك فيليه وصوص زبده بالثوم والبقدونس ورز بزعفران. ما جاليش رز فين الرز؟ ما جاليش رز. المهم يعني الطبق ده بينزل معاه رز بزعفران. دي الاستاكوزا طبعا. لا الطعم حكاية يا جماعة الطعم حكاية. بس خليني أقول برضو الصراحة الجمبري العضة بتاعته زي ما هي. الاستاكوزا أقل شوية العضة بتاعتها عن اللي أنا متعود عليه غالبا بسبب كونسبت التسوية بتاع الفحم. بس يعني عايز أقول لكم ان انت تستمتع انك حتى تاكل الخضروات. السمك
دي ما طلعتش سمك، طلعت استاكوزا. ده الكاليماري كله في ما عدا الجمبري، عضيته قطرة من طريقة الطبخ العادية بسبب طريقة الطبخ اللي هي على الفحم دي، ما عدا الجمبري. طعم، بصوا هما هنا بيلعبوا على حاجة مهمة قوي قبل ما ندخل في الفراخ، بس خلينا اركز في دي. هما هنا بيلعبوا على تركيز في التيست، بيحطك في حته تانيه خالص في الاكل. مش عارف اشرحها لكم ازاي، عايز ابسطها بطريقه ان الناس كلها تفهم انا بتكلم في ايه. كان في يابانيين اخترعوا باودر كده بيتحط على الاكل، وانا كنت شفته قبل كده. الباودر ده بيعلي استقبال الحواس في اللسان للاكل، فبالتالي اي حاجه بتحس بطعمها عالي جدا. هنا الموضوع معمول طبيعي بسبب طريقه الطبخ. فالكلمه اللي قالتها لي مارتا لحد دلوقتي قاعده بترن في ودني، انهانس ذا تيست. انهانس لو قلناها يعني ترجمناها حرفيا يعني تبقى يكبر، يكبر الطعم في بقك. رهيب. وعرفت الجمبري بالثوم اللي كان في الفقره الاولى طعمه كان قوي قوي كده ليه؟ الصلصة بتاعة الجمبري اللي كانت معمولة بيه مش طماطم، مطبوخة أصلاً بتشيري توميتو، فواخد الطعم الحتة تانية خالص. فرق ما بين الشيري توميتو وما بين الطماطم في الطبيخ، واخد الطعم الحتة تانية خالص. عشان كده أنا استغربت الوقت، إيه ده؟ ده إيه جايبين الطماطم من بره مثلاً ولا حاجة؟ بعدين سألت فقالوا لي لا، ده الصوص نفسه معمول بالشيري توميتو من الأصل مش من الطماطم. دي فرخة بقى ياكلها اتنين ياكلها تلاتة، كل واحد وحسب إمكانياته. أنا بحب الورك أكتر. أرجو أن أنا أعرف أقطع حتة هنا. ده بقى فكرة الفرخة اللي هي بتلف على الشواية دي، زي اللي بنشوفها في عند البياعين يعني وكده، بس الشواية دي مصممة أن هي معمولة بالفحم مش بالنار العادية، مش باللهب. ريحة رهيبة، كتير كتير تلاقوني بشم الاكل قبل ما اكله. لما يكون التجربه حلوه بتبقى عايز تشرك اكبر عدد من الحواس ممكن، فانت اول حاجه بتشوف بعينك وبتشم، تشم ريحتها وبتستطعم ببقك، وفي بعض الحالات بتمسكها بايدك فبتزود كمان حاسه رابعه. طعم جميل 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 من هنا لبكره الصبح. اوكي خليني بس ناخد حته كمان. هو طبعا اتهرد في ايدي، وده ميزه احد مزايا طريقه التسويه، ان هي بتبقى ناعمه قوي 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 قوي. حتى البيكت بوتيتوز طعمها عسل، مش ممكن عسل لدرجه بقول لكم عامله زي البطاطا، زي ما تكون بطاطا مش بطاطس، مسكره طبعا حلوه قوي. وده الميزه الرئيسيه في طريقه الطبخ دي، ان كل حاجه بتبقى محتفظه بالفليفر بتاعها بطعمها بتتبيلتها. هنا نرجع تاني لفكره انهانس ذا تيست، اللي هو بيكبر الطعم في بقك. رهيب رهيب، تجربه حلوه قوي قوي قوي. احنا قلنا لكم اسعار كل حاجه بيتهيألي الا الفرخه، لسه الفرخه ما قلناش سعرها فين. الفرخه ب 260 بالحاجات اللي معاها. اوكي، والطبق ده ما تنسوش بينزل مع رز بالزعفران. وصلنا كده اخر حلقتنا النهارده، تجربه متميزه. بنحاول في الاكيل لما تبصوا على الاكثر من 420 حلقه اللي عملناهم، ان احنا نعمل العربيه اللي في الشارع ونعمل المطعم الفايف ستارز والسفن ستارز. بنحاول ان احنا نرضي جميع الاذواق وكمان جميع الميزانيات. ما هو مش اي حد يقدر يروح اي مطعم، فالطبيعي ان احنا بنعمل مطاعم
يقدر عليها الناس كلها، مطاعم يقدر عليها جزء من الناس، مطاعم يقدر عليها ناس معينة، إنما في الآخر كله على بعضه بيمثل تجربة فريدة للأكل في مصر. أرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا النهاردة بحلقة، أرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة زي ما أنا استمتعت جدا بيها، وما عنديش فعلا حاجة أقولها، يعني ما عنديش حاجة أقدر أقول آه لا دي مش ذوقي قوي. حاجة الوحيدة اللي أنا استغربتها هي الاخطبوط لما بيتسوى بالطريقة دي، العضة بتاعته ما بتبقاش عضة الاخطبوط اللي احنا متعودين عليها. That's it. غير كده الخدمة، التقديم، طريقة التقديم، الصينية الخشب اللي جواها حتة الحتة الظهر دي أو المعدن معرفش عشان يفضل محتفظ بالسخونة، لا بجد ناس عارفة هي بتعمل ايه وصرفت عشان تعمل تجربة فريدة من نوعها، ما يبقوش بيقدموا أكل موجود في مطاعم تانية في مصر. أرجو أن تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من الأكيلي.